السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درس النهاردة درس جميل وسهل، ركزوا بس معايا وفي الاخر هتكتشفوا انه مفيش اسهل من كده. الظرف يعني وعاء، زي الوعاء اللي احنا شايفينه في الصورة دي كده، وعاء بيتحط فيه حاجة. طيب ده ظرف لأن بيتحط فيه رسالة، يعني ده بنقول عليه ظرف لأن بيتحط فيه رسالة. والكوب ده كمان بنقول عليه ظرف لأن بيتحط فيه الماء. طيب احنا عندنا نوعين من الظرف، ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان في زمن حدوث الفعل، يعني ظرف الزمان الزمن اللي بيحصل فيه الفعل، يعني الحاجة دي أنا عملتها إمتى؟ عملتها بقى صباحا، مساء، ليلا، نهارا، هنشوف دلوقتي. ظرف المكان سميناه ظرف مكان لأن في مكان حدوث الفعل، هنشوف برضو دلوقتي الكلمات اللي بتدل على ظرف المكان وظرف الزمان. طيب هنبدأ بظرف الزمان. الكلمات الدالة على ظرف الزمان أو أشهر الكلمات اللي بتدل على ظرف الزمان: صباحا، مساء، نهارا، ليلا، خريفا، شتاء، ربيعا، صيفا، قبل وبعد، وظهرا وعصرا. دي بعض الكلمات اللي بتدل على ظرف الزمان، بتقول الفعل ده حصل إمتى؟ حصل صباحا، حصل ظهرا، حصل عصرا. تعالوا نشوف الأمثلة. شرب المريض الدواء صباحا. والله واحد تعبان وأخذ الدواء، أخذه إمتى أو شرب الدواء إمتى؟ الزمن بتاع حدوث الفعل صباحا، يبقى صباحا ده هو ظرف الزمان. لما يجي يقول لنا، يجيب لنا مثلا جملة وحاطط نقط، يعني جملة مش كاملة، وعايزنا نكمل بظرف زمان، يبقى نقعد نفكر كده في الزمان ايه؟ صباحا، مساء، نهارا، ليلا، نقعد نفكر ايه الوقت اللي حصل فيه الفعل ده، نقرأ الجملة كويس ونشوف الوقت اللي حصل فيه الفعل ده امتى. طيب تعالوا نشوف كده تاني مثال: توقد المصابيح ليلا. زمن اللي احنا بنوقد فيه المصابيح او بنشغل فيه المصابيح امتى؟ ليلا. النهار ربنا منور الدنيا فاحنا مش بنشغل المصابيح، ليلا بنشغل المصابيح. تهطل الأمطار شتاء. الأمطار بتهطل امتى او بتنزل او بتشتي امتى؟ شتاء. هل الدنيا بتشتي في الصيف؟ لا، الدنيا بتشتي في الشتاء، يبقى زمن حدوث الفعل بتاع الهطول الأمطار الشتاء. عاد أبي من العمل عصرا. عاد أبي من العمل عصرا. عصرا ده هو الزمن اللي حصل فيه الفعل. الفعل ايه؟ عاد، رجع امتى؟ رجع امتى بابا؟ رجع امتى من الشغل؟ عصرا. أدعو الله بعد أن أصلي. أنا بدعي ربنا كل يوم امتى؟ أنا بدعي ربنا امتى؟ بعد أن أصلي. يبقى بعد ده هو ظرف الزمان. لو حفظنا شوية الكلمات اللي بتدل على ظرف الزمان هيبقى الموضوع سهل جدا جدا. في طبعا كلمات تانية لكن دي أشهر أو يعني أكتر كلمات مستخدمة في ظرف الزمان، يعني احنا لو حفظنا الكلمات دي هيبقى كفاية قوي علينا كده. طيب تعالوا كده نشوف الكلمات الدالة على ظرف المكان: فوق وتحت وأمام وخلف وداخل وخارج وبين وبجانب. هي دي الكلمات يعني أكتر كلمات بتدل على ظرف المكان. في كلمات تانية؟ اه في كلمات تانية، لكن دي أكتر الكلمات اللي بتدل على ظرف المكان، اللي احنا لو حفظناها كده هنبقى شاطرين جدا. وقفت أمام المرآة. أنا وقفت فين؟ أمام المرآة. يبقى أمام ده هو ظرف المكان، أمام هو ظرف المكان. لعب الولد بجانب البيت. ولد قاعد بيلعب، بيلعب فين؟ بجانب البيت، واقف كده جنب البيت وقاعد عمال يلعب.
أضع الكتب داخل الحقيبة. أنا أخدت الكتب بتاعتي وحطيتها فين؟ داخل الحقيبة. يبقى داخل هو ده ظرف المكان. تلعب القطة تحت الطاولة. القطة بتاعتي قاعدة بتلعب تحت الطاولة، يبقى تحت ده هو ده ظرف المكان. تعالوا كده نشوف الأسئلة هنحلها إزاي في الجزء ده. يعني الدرس سهل جدا، وإحنا زي ما بقول لكم لو حفظنا الكلمات اللي بتدل على ظرف المكان والزمان هنعرف نحل في الجزء ده بسهولة جدا. تعالوا نشوف السؤال الأول بيقول إيه. أكمل بظرف مكان مناسب. يقف المصلون إيه الإمام بيقفوا فين؟ إحنا لما بنروح نصلي في الجامع بنقف فين؟ خلف الإمام شطار. توضع السبورة إيه التلاميذ؟ أنتوا لما بتروحوا المدرسة السبورة بتتحط فين؟ أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا بجانب كل واحد جنبه سبورة؟ ممتازين، أمام. تطير الطائرة. السحاب. تطير الطائرة فوق السحاب. تعمل الغواصة إيه الماء؟ تعمل الغواصة تحت الماء. وقف العصفور. ممتازين، العصفور بيقف فين؟ فوق الشجرة. وضعت القلم. القلم بتاعي حطيته فين؟ ممكن اللي عايز يقول تحت الكتاب، ممكن اكون نسيت القلم وحطه تحت الكتاب، ممكن فوق الكتاب صح، بجانب الكتاب صح. طيب احنا عاملينها ايه؟ عاملينها داخل، لان احنا اوقات بننسى القلم بتاعنا داخل الكتاب. تعالوا كده نشوف الاسئله بتاعت ظرف الزمان. اكمل بظرف زمان مناسب. نضيء المصباح. بننور المصباح امتى؟ ليلا. ممتازين. نطهو الطعام. ايه تناوله؟ نطهو يعني بنطبخ الطعام. هل بنطبخ الطعام بعد ما ناكله؟ طب ما احنا خلاص اكلناه، قبل تناوله. ممتازين. يعود الفلاح من الحقل. امتى بيرجع الفلاح من الحقل؟ مساء. شطار. واللي عايز يقول ليلا صح، عصرا برضو صح. ارتدي الملابس الخفيفة. انا بلبس الملابس الخفيفة امتى؟ بنلبسها امتى؟ في الصيف. يبقى انا ارتدي الملابس الخفيفة صيفا. تذبل الزهور. الزهور بتذبل وبتسقط امتى؟ في الخريف. يبقى خريفا. نذهب الى جدتي. احنا بنروح جدتنا امتى؟ اللي عايز يقول مساء صح، ليلا صح، عصرا، ظهرا، صباحا، اي حاجة من دي صح. طيب نذهب الى جدتي مساء. يمشي الطفل أن يحبو. الطفل يمشي قبل أن يحبو، يعني هو الطفل بيمشي الأول بعدين بيحبو، ولا بعد أن يحبو؟ يعني بيحبو الأول بعدين يمشي. بعد أن يحبو. تغرد الطيور. الطيور بتغرد إمتى؟ ربيعاً. واللي عايز يقول صباحا ماشي، اللي عايز يقول ظهرا ماشي، اللي عايز يقول صيفا ماشي. احنا عملناها دلوقتي ربيعا. طيب احنا كده خلصنا الدرس، والدرس سهل جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا.